السلام عليكم اخواني اخواتي متتبعي قناه محبي الخياطه، نتمنى تكونوا كلكم بالف خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنفصل لكم جلابه مسدوده من الامام، دايره هانتوما الثوب مطوي على اربعه، طوي الثوب على الطول على اربعه لحقيتاش هو فيه العرض. بسم الله، دابا غنبدا نطراسي من الجهه المسدوده هانتوما. بسم الله، تقويره فيها 8، عندي الكتاف غادي نطيح الكتاف ب 4 سنتيم، عندي التركيز ناخذ العباد تاع الصدر، غادي ناخذ التركيز ديالي غنقسمو على جوج، غادي ندخل بجوج سنتيم، غادي نقاد الدورة تاع التركيز، هاد التقويرة تاع الخلف فيها جوج سنتيم، غنهبط بجوج سنتيم، ود الأمام غنهبط بطناش سنتيم، غادي نطيح الكتاف. غادي نهبط ب 10 سنتيم، نعاود نهبط ب 16 سنتيم، الصدر غادي نقص منو جوج سنتيم في الحزام باش ندخل بالإيفاز، غادي ناخد الحوض ديالي وغادي نقاد الإيفاز ديالي، دابا غادي ناخد الطول، دابا ملي سطرت غادي نطلع هنا بربعة سنتيم، باش ميجينيش تحت المجنح. صافي، هادي هي الجلابة ديالي، دابا غادي نقطعها، دابا كنقطع غير هاد الدورة تاع جوج سنتيم وكنطيح الكتاف وكنقطع الجلابة كاملة حتى كنحيد الظهر عاد باش كنقطع الأمام. أنا دابا باغا نطرزها مباغاش نقطع الأمام، وكندير واحد الفتيحة هنايا هانتوما تكون فيها شي 8 سنتيم، حتى هي كنقطعوها كنفتحوها من هنايا مين كنقطعو الدورة. أنا هادشي مغاديش نقطعو لحقيتاش باغا ندير فيها واحد الطريزة، غادي نهبط غير من هنايا من الكتاف وصافي. هانتوما كيما قلتلكم دابا كنقطعو جلابة كاملة ومكنقطعوش هاد التقويرة تاع الخلف وهاد تطيح هاد الكتاف، ملي كنطرزو وكنجيبو الجلابة كنقطعو هاد التقويرة وكنطيحو الكتاف وكنحيدو الخلف بحال هكا عاد باش كنقطعو التقويرة د الأمام، وهاد الفتيحة هادي من هنايا وكنديرو ليها واحد الدوبلور لهاد الفتيحة. دابا غادي نصايب الأكمام، دابا غادي نصايب الأكمام ديالي هانتوما، خديت غير القياس اللي بغيت باش كيبقى ليا التوب لاخر مكنضيعوش. العرض اللي كناخد هنايا هو التركيز عبارة التركيز زائد سنتيم، غادي نهبط بطناش سنتيم، غادي نسطر وغادي نقسم هاد الخط، هذا غنقسمو على 4، هنايا 15 سنتيم، هنايا نص ثاني، هنا غادي نهبط بسنتيم وهنا غادي نطلع بسنتيم، غادي نلاقي هاد النقط هادو ثلاثة، غادي نقلب
هذه مولفه كناخذ في الجلابه العاديه اللي غندير فيها السفيفه، كناخذ الطول ديال الكم وكنزيد عليه جوج سنتيم، سنتيم كيتخيط من الفوق وسنتيم كيدخل تحت السفيفه. هذه غادي نخيطها عاديه، غادي ناخذ الطول زائد سنتيم تاع الفوق، ولتحت غندير 3 سنتيم اللي غادي تكفف في الاكمام. دائما الزياده على حساب داكشي اللي نتوما النوع ديال الخياطه اللي غادي تخيطوا. غناخذ النص، نصف الكم والعرض ديالكم والراس هنايا ديالكم، ثم نقاد الإفازي ديالي، غادي نقاد الكمامة ديالي. دابا غادي نقاد القب ديالي. هانتوما خديت الثوب، خديت غير القياس اللي بغيت، عبرت هنايا 40 سنتيم وجريت الثوب، هانتوما طويت غير القياس اللي بغيت بلا ما نضيع الثوب. كنجي لهنا الجهه المسدوده كناخذ 31 سنتيم، هي اللي عندي هنا نيت. كنجي الفوق كناخذ 24، كنهبط ب 10 سنتيم، صافي وغادي نسطر. دابا قديت القب ديالي، بغيت نوريكم الطريقه تاع التبطين. كنجيبو طريف تاع الثوب هكا صغير، كنديروه على قياس هاد البلاصه هادي بحال هكا. حنا كنكونو مقطعين التقويره كما قلت لكم، كنجيبوه لتحت وكنقطعوه حتى هو، كنلصقوه من هنايا على قياس هاد التقويره تاع الجلابه، كيجي بحال هكا، وكنديرو فيه فتيحه، الفتيحه اللي قلت لكم بحال هكا فيها 8 سنتيم، باش ديك الساعه كنخيطو في هاد البليصه هادي وكيلصق عليها القب. ان شاء الله نقدر ندير لكم الطريقه الخياطه. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، ما تنساونيش من دعائكم، والسلام عليكم.